ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. هنتكلم النهاردة عن شخصية عظيمة كلنا بنكن لها كل الاحترام والتقدير، هنتكلم عن الراحل الغائب الحاضر دكتور مصطفى الفقي رائد التنمية البشرية إبراهيم. دكتور إبراهيم الفقي، أنا أسفة، هنتكلم على رائد التنمية البشرية الغائب الحاضر دكتور إبراهيم الفقي، غني عن التعريف طبعا، رائد التنمية البشرية في مصر والوطن العربي، وعايزة أقول لكم الكرة الأرضية كمان، قدر يبدأ من الصفر وعرف يوصل للعالمية ويخاطب كل شعوب الأرض بعلوم التنمية البشرية. يقوم ربنا يمن علينا بمن يواصل هذه المسيرة العظيمة ونشر علوم الدكتور إبراهيم الفقي، شقيق الأكبر للدكتور إبراهيم الفقي الدكتور سيد الفقي خبير التنمية البشرية اللي منورنا في برنامج أوقات النهاردة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا السلام عليكم وسهلا. ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين، منورنا. وعايزة أقول لحضرتك كمية الناس اللي منتظرة حضرتك ومتابعة وسعيدة بوجود حضرتك باللقاء الحصري اللي احنا يعني شرفنا أن حضرتك تبقى معانا فيه. عايزين يعني أولا نعرف يعني تكلمنا عن دور الراحل إبراهيم الفقي في حياة حضرتك. دكتور إبراهيم الفقي أخويا الصغير، وانا كنت ولي امره في يوم من الايام، يعني اعتبر مربي. والده توفى بدري، كان سنه صغير، ونعم التربيه حقيقي، حضرتك اضفت للبشريه بجد. ان شاء الله. وهو بعد ما سافر واتعصر، اتعصر عصر، واثر فينا وهو صغير، لانه كان شقي جدا 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 بطريقه رهيبه. والشقي نقولها دلوقتي، او العفريت معفرت زي ما بيقولوا، خلي بالكم يا اولادنا او يا بناتنا من ولادكم واخواتكم وكذا، الشقي ما تكتمهمش، هو ده كلام. عنده ذكاء زياده، بيبقى عنده طاقه زياده. كان ابراهيم او هيما او الولد هيما كان عنده طاقه غير طبيعيه، من صغر. واضح. علمنا كلنا علم الطاقة. احنا معانا على فكرة تقرير عملته الزميلة الإعلامية الأستاذة هدى نصر الدين البكاي من دولة المغرب، عاملة تقرير رائع يعني عن الدكتور جميلة. إبراهيم الفقي جدها كان إيه؟ أول رئيس وزراء في المغرب. هي طبعا زميلة عزيزة، واسمح لي أوجه لها كل التحية. هنتفرج مع بعض على هذا التقرير الرائع ونرجع لكم مرة تانية، استنونا. سحره في القيادة وتأثيره في الريادة، فصار شخصية متميزة فوق العادة، غير أن طريقه إلى النجاح والامتياز لم تكن معبدة. فبعد مشقة وتكبد عناء رحلة بحث طويلة عن الأسرار السبعة للقوة الذاتية، امتلك المفاتيح العشرة لبوابة النجاح، فصار رمزا ورائدا للتنمية البشرية بلا منازع. إنه الراحل الدكتور إبراهيم الفقي. أنت عارف أنا من صغري كنت عاوز أكون بطل كبير في حياتي، مش بس بطل رياضي، ما كل واحد فينا عاوز يكون بطل، كل واحد فينا عاوز بطل. عشان كده بنتفرج على سوبرمان، بنتفرج على باتمان، وتلاقي نفسك طايح مع كده، وتلاقي نفسك عمال عايز تطير انت كمان. انت ممكن تطير، مش لازم تطير بالنحال، لكن عندك قدرات لا محدوده. فانا من صغري قلت هكون مدير عام اكبر فنادق العالم، وشويه شويه دخلت مع الفنادق. وقتها مع الفنادق عندنا كان صعب، يعني كان معهد ما حدش يبص له، يعني اكنه معهد الجرسونات، يعني معهد الخدمات، يعني تروح تخطب تقول له بشتغل يا حبيبي، تقول له بشتغل كابتن. ايه كابتن؟ يعني سمكه. على جبينه سطر الوعد بأن يحقق حلم الصبا بأن يصبح أشهر مدير فنادق في العالم. درس المرحلة الابتدائية بمدرسة محرم بك، ثم بعدها المرحلة الإعدادية والثانوية بمدرسة السيد محمد كريم بمنطقة سموحة بعروس البحر الأبيض المتوسط. كبر ابن الإسكندرية المولود في الخامس من أغسطس من عام 50-900 بحي فيكتوريا، وهو الذي وصف قيد حياته بشخصية بصمت العصامية مسارها، كبر الإسكندراني ومعه كبر الحلم إلى أن صار حقيقة. يا
دراسة النجاح أوصلته إلى الهدف بعد مسار من التميز رافقه مذ كان يتدرب في الصغر في أحد نوادي الإسكندرية على ممارسة رياضة البينج بونج من 6 إلى 10 ساعات يومياً، ما جعله بطل مصر في تنس الطاولة لعدة سنوات، مثل خلالها البلاد في عدة بطولات عالمية. ترك إبراهيم الفقي البطولات الرياضية وهاجر إلى كندا بحثاً عن بطولات أخرى. هناك في بلاد الثلج بدأ من الصفر وعينه على الهدف. سابق الزمن وكد وثابر كثيراً وعمل في أصعب المهن. نظف الأطباق دون أن يدرك أنه لاحقاً سينجح في تنظيف العقول والنفوس من براثن الفكر السلبي. حول دكتور إبراهيم الفشل إلى نجاح واختار بداية جديدة غيرت مساره نحو علوم جديدة، علم الميتافيزيقا الذي حصل فيه على درجة الدكتوراه من جامعة لوس أنجلوس، وعلم قوة الطاقة البشرية الذي صار لاحقاً مدرباً معتمداً فيه بل ورائداً عالمياً له. لم يكتفي إبراهيم الفقي بذلك، بل شهيته المفتوحة للعلوم جعلته يصبح كذلك مدرباً معتمداً بخط الزمن، ما يعرف بتايملاين ثيرابي، ومدرباً للتنمية البشرية للشركات والمؤسسات من حكومة كيبيك، ومؤسساً للريج العالمي. حد في الدنيا يسرق أحلامك، ما تخليش حد في الدنيا يوقفك من أهدافك، ربنا خلقك في أحسن تقويم. وسخر لك سماء والأرض وما بينهما، وخلق بإيده الكريمة كموك يقول لك كن فيكون، ونفخ فيك من روحه وخلاك خليفة له في الأرض، ومعجزات ليس لها حدود. وبعدين واحد ممكن يوقفك، فرأيك فيه لا يدل علي ولن يدل علي، رأيك فيه يدل عليك أنت بس في إدراكك بتاعك مش بتاع أنا. على رأي الحكام الصيني قالوا له الحكمة في كلمتين، قال له انطز. فعارف إزاي؟ لم يتوقف عطاؤه بعد، بل ألف مجموعة من الكتب حققت مبيعات بما يزيد عن 1,000,000 نسخة، ترجمت إلى عدة لغات حتى الهندية والإندونيسية، فأثرى بذلك المكتبة العربية والعالمية بينابيع علم لا تنضب. على طريق العظماء مشى، فكانت هذه حكايته مع الريادة، حكاية بطل أيقظ قدرات الناس وعلمهم إدارة الوقت وصناعة المستقبل والأمل ليحيوا حياة بلا توتر، فيعتلي هو كالنسر القمة بعد أن تربع على عرش قلوب الشعوب التي لقبته بمستر أمل. أنا شخصيا جالي طاقة سلبية مجرد أن أنا شفته، يعني حسيت بسعادة غامرة جدا. كلمة إنقاذ العقول من براثن الفكر السلبي، يعني أعتقد دور الدكتور إبراهيم في الحتة دي كبير، دور خطير جدا خطير جدا. بيقول لك أنت ممكن تطير، يعني أنا بيقول لك يعني إزاي تعيش حياة بلا توتر، بجد غير فينا كتير. حضرتك فاكر موقف معين ما بتنساهوش مع الدكتور إبراهيم؟ مواقف كتيرة جدا جدا. لو موقف جديد بعد ما جه من كندا وقال لي أنا هشتغل في مصر، وكان في الدكتور أحمد الفقي أخويا قال له يعني مصر شعب يعتبر عنده الفهلوة ومش هتنجح، قال له لأ، وهو لف الدول العربية كلها الأول، لف العالم كله وبعدين جه مصر. جه مصر إزاي؟ صحابه في كندا الدكاترة العظماء، وكندا مليانة، أوروبا وأمريكا مليانة عظماء من المصريين، قال لهم أنا هنزل مصر وودي مصر وودي الشعب المصري وودي الشعب العربي طبعا وللشباب بالذات. فقالوا له احنا ننزل مصر بقى لما نكبره فوق 80 85 90 ننزله وندفنه في مصر. قال لهم لا، مصر مليانة ميتين، مش محتاجة الميتين، مصر عايزة حيين ويكون عندهم علم ينزلوا يدوه لبلدهم، وأنا نازل مصر. أما نزل مصر قال لي أنت هتشتغل معايا، هتشتغل معايا أنا أخوك كبير وكان ليه شغل تاني، قال لي اشتغل، قلت له اشتغل معاك إيه، أنا ممكن أساعدك، قال لي لا أنت هتسيب شغلك تماما وهتشتغل معايا، وأنا العلماء ورث الأنبياء وأنا وريث من ضمن الورث. سنة كام ده بقى يا دكتور؟ الكلام ده يمكن 2004 2000 يعني بعد الألفينات في الأول من كندا. أما اشتغل بقى هنا كان بيجي ويروح، لكن أما اشتغل هنا أنا بدأت معاه وعملنا مكان في 6 أكتوبر وبعدين روحنا مدينة نصر وكده. فالمهم هو قال لي أنت هتساعدني زي العلماء ورث الأنبياء، أنا هاخد ثواب سيدنا موسى وأنت هتاخد ثواب سيدنا هارون. خبر أبيض الله.
وقال لي الآية الكريمة كلنا طبعا عارفينها، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركهم في أمري. فقلت له خبر أبيض أنا معاك. فدي كانت لحظة فارقة في حياتي أنا شخصيا. طبعا طبعا طبعا. يعني اللي ما يعرفش يعني إيه تنمية بشرية دكتور ممكن تعرفها له ببساطة؟ التنمية البشرية هي إحنا بنعمل دلوقتي حاجة اسمها التنمية البشرية للجميع، اللي هي بناء الإنسان السليم القوي. دي باختصار كلمة كلمة لها دور في العلاقات الأسرية، وخاصة يعني علاقات الأطفال ببعض، علاقات الأم والأب بأطفالهم، أو دور المرأة في المجتمع. ده الإرشاد الأسري الدكتور إبراهيم الفقيخ علمنا الكلمة دي ودخلها لنا وعلمنا حاجات كتير جبارة. من ضمن التنمية البشرية الإرشاد الأسري. الإرشاد الأسري دي إزاي تتعامل مع أبوك، إزاي تتعامل مع أمك، إزاي تتعامل مع ابنك، إزاي تتعامل مع زوجتك. صحيح. وعندي معلومة غريبة في كندا، وزي ما بيقولوا في البلاد المتقدمة، هي المتقدمة، هي متقدمة في حاجات وحاجات. ما حدش يقدر يتجوز من غير ما ياخد كورسات معينة، مش يقدر يخلف غير ما يكون على الزواج. لكن هم بيعيشوا مع بعض، ده موضوع ده يخصهم. فالارشاد الاسري دي حاجه جباره دكتور ابراهيم الفقي دخلها في الوطن العربي وفي مصر. دورها ايه في بناء الانسان تحديدا من وجهه نظر حضرتك؟ لا ده دورها خطير. اما تكون عندك المعلومه زي ما هو بيقول وبيهزر وكلامه، بيقول لك اما يكون عندك المعلومه انت هتطلق هتطلق. لكن لما يكون على فكره دايما الواحد كان بياخده على محمل الجد بجد. لا لا هو عنده وحضرتك فيه البسمه البسمه وكان بيبقى يعني وراه حاجه يعني. يمكن كانت بتتقال ببساطه بس وراها مسج. ده عنده حاجه اسمها الضحكه الصدميه والصدمه الضحكيه. في حد ما يعرفش الكلام ده كتير من لان انا قربت منه، مش قربت منه، عشت معاه، عندي حاجات مش موجوده سنوات عند الاخرين طبعا. فبيقول لك الضحكه الصدميه زي ما عادل امام بيعمل، بيقول النكته وما بيضحكش. صحيح. والناس تقع. صحيح. فالضحكه الصدميه او الصدمه الضحكيه. فالدكتور ابراهيم الفقي بيعالج حتى بالبسمه. يعني لها علاقه يعني التنميه البشريه بعلاقه الانسان باسرته، ولها علاقه بعلاقه الانسان بدينه. انا قريت حاجه زي كده. ازاي يعني حضرتك كلمنا في النقطه دي؟ لما كانوا بيقولوا للدكتور ابراهيم الفقي يا رائد، انا شفتهم بيهتفوا له مثلا في المنصوره هنا الاف بيهتفوا له يا رائد رائد التنميه البشريه. فقال لهم ثانيه واحده، رائد التنميه البشريه الحقيقي الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه قال وقال وقال وعمل وعمل وعمل. طب ما ده ربط على خلق عظيم. ربنا قال له صح على خلق صح عظيم صح انما تمم مكارم الاخلاق كن عظيم فعلا. طيب حضرتك يعني نعرف ان حضرتك عندك مكان دلوقتي او عندك مشروع لاستكمال هذه المسيره، ومركز اظن للتدريب على المهارات البشريه. ممكن حضرتك تكلمنا عنه وتكلمنا عن هذه الاصدارات الرائعه. هو في حاجه خطيره بعد وفاه الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، احنا كنا طبعا كانت مفاجاه جباره بالنسبه لي وبالنسبه للعيله وبالنسبه لمصر وبالنسبه للوطن العربي، لان حسب معلوماتي في دول نكست الاعلام بسبب هذا الرجل، وكانت الجنازه بتاعته غير طبيعيه رحمه الله عليه. حب الناس له شديد وعلمه شديد. انا نفسي في سني، انا راجل يعني ثلاث اربع قرن دلوقتي 75 سنه، لكن بعد وفاته عملنا المركز الكندي، ودلوقتي اللي بيدروه اللي هو بيت التدريب في مصر وفي الوطن العربي بيدروه ولاد اختي على اعلى مستوى، كملوا المسيره. ابن اختي المستشار ايهاب واخوه الاستاذ اسامه بيدروه بيكملوا المسيره بقوه. انا عملت حاجه دلوقتي مع مركز اعاقه كبير، هم بيسموه اصحاب الجائزه، بيسموا المعاقين اصحاب الجائزه. حلوه قوي. اسم جميل. فانا حسيت ان هم اصحاب رساله، زي مش زي ما فيش حد زي الدكتور ابراهيم الفقي معلش يعني، لكن حسيت ان هم على طريقه. فبنعمل حاجه دلوقتي اسمها التنميه البشريه للجميع، ومساعده المركز الكندي وشهادات من يا ريت تكون التنميه البشريه للجميع. ولانه في سؤال عندي بيقول فعلا انه البعض يرى ان التنميه البشريه يعني نوع من انواع بيع الوهم. هقول لك حاجه، التنميه البشريه هي الحل، وهي اللي هتنفع للكل من الصغير للكبير. يعني اقولها لك بسرعه كده، هو اللي طلع مني الزجل ده دكتور هيمر راجل الفل وفل الفل ونور على طول. قال لك ايه؟ قال لك حدد هدفك وامشي وراه، اوعى تسيبه وتبعد عنه وكون وياه. جسمك على اسد مش على معزه ولا على شاه. هتنجح والله، هتفلح والله، قول الله 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 عليك. يعني التنميه البشريه تاني رساله واضحه للمشاهدين، مش بيع كلام، مش بيع وهم، هي حاجه بتحقق انتصارات على الارض.
يعني في حالات مثلا تم تغيير مستقبلها، في حسيت حضرتك يعني بتغيير جذري في بعض الحالات او في بعض المجتمعات او في بعض التجمعات، احكي لنا. التجمعات او البلاد العربيه كلها بما فيها مصر، دكتور ابراهيم الكرم في حسب معلوماتي في 40 دوله حكومات منهم البيت الابيض الامريكي، بس برضه حسب معلوماتي اتكرم في مصر السنه اللي فاتت او من سنتين وانا استلمت من نائب وزير الثقافه التكريم بتاعه، وكانت واحده من تلامذته او من محبينه ومن تلامذته عندها مكتبه الدكتور ابراهيم، في الدكتوره منال الديب عاشقة وفي عاشقين للدكتور إبراهيم الفقي وعلومه، ده مش وهم أبدا. أنا حضرت تكريم كمان في أظن عيد ميلاده في شبكة أعلام المرأة العربية من دكتور معتز صلاح الدين. معتز صلاح الدين ابن من أبنائه يعتبر. أيوة. وعلى طريقه. أيوة. هذا الرجل العظيم، مصر مليانة عظماء والوطن العربي مليان عظماء. أنا سعيدة جدا أنه ما زال في مكان في المركز الكندي أو المبادرة اللي حضرتك قلتها أو الإصدارات، أظن الإصدارات القديمة ما زالت بيتم أقوى إصدارات بتتباع في 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 معرض القاهرة الدولي وهو أبو المعارض الدكتور إبراهيم الفقي لحد النهارده. الله الله كل الله سنة الأثر، نمرة واحد. الأثر اللي الإنسان بيتركه في الحياة بجد صدقة جارية. أيوه بيقول حط بصمة. بالظبط بالظبط. كتبه مالية العالم كله مترجمة لأكثر من 30 لغة في العالم كله. احنا زي ما قلنا منا من ربنا انه حضرتك تستكمل المسيرة وحضرتك موجود. ايه انواع الكتب اللي مع حضرتك دي؟ دي حاجات يعني انا نفسي كتبتها. اول كتاب كتبته طبعا كتب الدكتور ابراهيم الفقي، يعني انا حافظها عن ظهر قلب تعتبر كلها. أيوة. وبعمل لها تلخيصات دلوقتي. أيوة. دول انا كتبتهم حالا واتعرضوا وبداوا. أيوة. يتعرضوا اسمعوا ايه بقى الكتب. ستموت بعد 6 اشهر، 75 صفر للانسان الكريه، المفاتيح العشرة للفشل، الدكتور ابراهيم في عمل المفاتيح العشرة للنجاح. انا فاكر انا عملت لك المفاتيح العشرة للفشل، عايز تفشل تعالى ما تتعبش نفسك. يا ريت حضرتك تعرضها قدام الكاميرا. هقول لك كتاب كده. هقول لك تفشل ازاي، ما تتعبش نفسك وتدور على طريق الفشل. لا انا هقول لك، بس في الاخر بقول لك ما تسمعش الكلام ده، اسمع كلام الدكتور ابراهيم الفقي اللي هو المفاتيح العشرة للنجاح. ما حدش عايز يفشل في حياته، ما حدش طبعا، ما حدش عايز يخش النار يتدفى شويه وبعدين يخش الجنه بعد كده. لا مفيش حد يقول لك كده، استحاله. طيب انت عايز تخش الجنه، طب هتخشها ازاي؟ طب عايز تنجح، طب هتنجح ازاي؟ هو ده بقى الطريق اللي وراه لنا الدكتور ابراهيم الفقي. هنا الاعذار، كل واحد يقول لك انا عندي عذر يا عم، قاعد على القهوه، قاعد على الكافتيريا. يا عم قوم اتحرك امشي. الدكتور ابراهيم الفقي كان بيقول للناس انت شاب، يقول له ايوه يا دكتور، يقول له اخرم الحيطه وعدي من الناحيه الثانيه. صحيح اخرم الحيطه ازاي يا دكتور؟ يقول له اخرمها. امال انا سمعت كمان في التقرير انت ممكن تطير، انت ممكن تطير يا دكتور؟ لا مش تطير، تطير بعقلك. يروح انت النهارده التليفون اللي في ايدينا ده والكمبيوتر بيطير لحد فين؟ ده بيطير لحد المريخ النهارده وبعد المريخ. التحكم عن بعد للدكتور ابراهيم الفقي كان الدكتور ابراهيم الفقي كان بيعالج عن بعد وانا شفته بعيني. واتهموه بالسحر، يعني اتهم بالسحر لان كان بدري قوي وعلوم الطاقه وعلوم الكلام ده. قال لك لا ده بيسحر. انا في ناس قدامي قالوا له انت في عفريت صاحبك بتكلمه بيقول لك كل حاجه. وقال له ايه؟ قال له ما السحر موجود في القران. قال له ايوه السحر موجود في القران. طب العلم بقى مش موجود في القران؟ موجود. ده اقرا اول كلمه طبعا. وصايا عجيبه وقواعد غريبه، دول وصايا العشره للدكتور ابراهيم الفقي اللي انا مطلعهم منه وقواعد بتاعته اللي هو كان عايش بيها. اللي كان عايش بيها الدكتور ابراهيم الفقي يقول لك انا بشتغل على نفسي. بشتغل على نفسك ازاي؟ 1 2 3 4. يعني لو قلنا التنميه البشريه هي الحل يا دكتور، هي الحلال لايه؟ هي الحياه. قول لي حل لحياه الانسان. ده الدكتور ابراهيم الفقي كان بيقول حاجه خطيره جدا وكلنا نعرفها، الطفل عند 7 سنين بيكون وصل ل 90-95% من القيم اللي هتفضل معاه لحد ما يموت. طب القيم دي اتحطت مين اللي حطها؟ صحيح الاهل. صحيح. وبعدين التلفزيونات. عيل عنده 3 سنين مش عايز اقول 3 سنين يمسك لك التليفون اللي احنا يعني معلش يعني غريب علينا شويه تعمل ايه يا ابني؟ طب رسالة حضرتك ايه للمشاهدين؟ اولا انا بس عايزة قبل ما اختم ونسمع من حضرتك الرسالة، يعني اولا اشكرك لاستكمال المسيرة واشكرك للإصدارات واشكرك انه لسه العلم في ايد امينة علم الدكتور ابراهيم الفقي، واشكرك بوجود حضرتك داعم لهذا العلم ومجدد ومضيف. بنقول للكل اللي تصور انه الدكتور ابراهيم بوفاته انقطع اصداراته او عمله او رؤيته او يعني واجبه تجاه البشريه، لا هو ربنا يخلي دكتور سيد معانا مستمر.
رسالة بقى لحضرتك لمشاهدينا، وهنعوز حلقات كتير، أولا نحكي عن تاريخ الدكتور إبراهيم، ثانيا نعرف كل فترة إضافات حضرتك في هذا العلم. المفروض يبقى في حلقات للتنمية البشرية في هذه القناة. أنا جيت القناة دي من 5 سنين. أيوه. وكلمت حتى لا احنا عايزين نستأثر بحضرتك معانا بقى نعمل حلقات معانا إن شاء الله. لا ده التنمية البشرية هي الحل، هي الحل. طب الرئيس السيسي عمل إيه؟ عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب. صح. الدكتور إبراهيم عندنا كنوز كمان تركها لينا دكتور إبراهيم، وعندنا شخصية عظيمة تستكمل المسيرة. بنشكر حضرتك فعلا دكتور سيد الفقي خبير التنمية البشرية والأخ الأكبر للدكتور إبراهيم الفقي. التنمية البشرية هي الحل. بنشكركم أعزائي المشاهدين، وعلى موعد قريب في حلقة قريبة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. نورتنا يا فندم، وسعيدة أنا شخصيا بحضرتك. شكرا لكم، وربنا عايزين حلقات كتير بقى بإذن الله تعالى.